بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله راح نشوف إرسال المصفوفة ك parameter إلى method. طيب عندنا هنا مصفوف مصفوفة من نوع شو اسمه integer فيها خمس عناصر من 1 إلى 5 الأعداد. نبغى نطبع المصفوفة هذه، ولكن بدلا من أن نطبعها مباشرة نبغى نستخدم ميثود لطباعة المصفوفة. والفائدة طبعا أنه نستطيع أن نحط الميثود هذه في كلاس، مثلا سمينا كلاس هنا array utility اللي array utility، وبعد كذا متى ما بغينا نطبع أي array من نوع integer فإن نرسلها للميثود هذه، بدلاً من أن كل مرة نكرر الكود حق طباعة الأري. هذا هو الهدف الرئيسي طبعاً من الميثود. وعشان كده سمينا الكلاس array util، وarray utility يعني معناتها أنه هذه كلاس فيها ميثودز، أو أنا سميتها بالاسم هذا لأني أبغاها تكون كلاس فيها ميثودز لخدمة الأريز، مثلا طباعة الأريز، عمل أشياء ثانية في الأريز راح نشوف إن شاء الله في فيديوهات قادمة نحط فيها ميثودز إضافية. المهم الفكرة الرئيسية هنا أنه كيف أننا نرسل array كبارامتر إلى ميثود. طبعا لاحظ هنا أن الميثود عندي هي static method، وعشان أذكرك static method نفس الميثود العادية اللي ما هي static يعني، بس اللهم الفرق أنك ما يحتاج أوبجكت حتى أنك تستدعي static method، وإنما تستدعيها تقدر تستدعي عن طريق اسم الكلاس. لاحظ اسم الكلاس هنا ريوتيل، هذا هو استخدمنا اسم الكلاس، بعدين نقطة، بعدين اسم الميثود. إذن هذا هو الفرق الوحيد، وأي شيء أي كلام أقوله لك في الدرس هذا على الميثود هذه ينطبق على أي ميثود في الجافا تستقبل array كبارامتر، سواء كانت الميثود static أو ما هي static. زين، إذن أرجو أن يكون هذا الكلام واضح. طيب خلينا نشوف. أول شيء في جزئين طبعا من العملية، في عملية استقبال الأري كبرامتر، وفي عملية إرسال الأري كأرجومنت. بالنسبة لإرسال الأري كأرجومنت فإنك تستخدم فقط اسم الأري زي ما هو واضح قدامك هنا. زين، فإنك تستخدم اسم الأري فقط، زين تكتب اسم الميثود ثم بعد كذا تستخدم اسم الأري كأرجومنت، ينطبق عليها نفس الشروط اللي ذكرناها قبل. لو كانت الأري بارامتر الأول لازم ترسلها الأرجومنت الأولى، لو كانت الأري بارامتر الثاني لازم ترسلها الأرجومنت الثانية، وهكذا. هنا بالنسبة لي كيف أنك تعرف الأري كبارامتر في الميثود، فإنه بالضبط كأنك تعرف بارامتر عادي، يعني زي ما تقول مثلا int x، بس اللهم الفرق أنه تستخدم أقواس هنا حتى أنك يعني كأنك تقول أن هذه تراها أري ما هي variable عادي. زين، فإذا ولو تذكر يعني إحنا دائما متعودين نكتب string بعدين قوسين بعدين arcs في المين اللي هو هذا هو. زين، إحنا متعودين دائما نكتب الكلام هذا. فلاحظ إنه نفس الكلام، تكتب data type بعد كذا القوس المعقوف هذا البراكت، ثم بعد كذا أي اسم تختاره للبرامتر. الآن طبعا جوا الأري جوا الميثود هذه راح نطبع الأري. زين، وحنا شفنا قبل طباعة الأري عادي لوب راح تطبع لكل عنصر في الأري بناء على الاندكس، والاندكس هذا هو اللي هو اللوب كاونتر. لكن في ملاحظة مهمة جدا جدا، الآن حنا خلصنا من جزء الخاص باللانجوج بالجافا، بالجزء السنتاكس يعني كيف القواعد والجرامر اللي نستخدمها حتى نرسل array. لاحظ انه طريقة تعريف البرامتر هنا نفس طريقة تعريف الريفرنس هنا. زين، طريقة تعريف البرامتر نفس، ما في new، ما استخدمنا new، ما استخدمنا قوس زي كذا يعني initialize للvalues ولا اي شيء. زين، طيب وش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا اننا فعليا ما راح نرسل الarray كاملة للميثود هذه، وإنما راح نرسل فقط الريفرنس حق الأري. يعني الآن ولنفرض أنه فرض أنه التنفيذ هنا في السطر الأول في البرنامج الرئيسي في المين. زين، التنفيذ في السطر الأول في المين.
راح نسوي الأري التالية فيها خمس عناصر، عنصر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، 1 2 3 4 5. وللتذكير فإن الانديسيز راح تكون 0 1 2 3 4. طبعا فعليا حنا راح اول شيء، طبعا راح اول شيء نسوي، انا يمكن قلبت الترتيب، لكنه فعليا راح اول شيء نسوي الريفرنس، الريفرنس اللي اسمه A، زين، ثم بعد كذا نسوي كرييشن للاري، خلي الريفرنس يأشر على الاري. هذا شرحناه سابقا واتمنى انكم فاهمينه. الان خليني اقسم المنطقه هذه الى قسمين، وهذا دائم حنا نشوفه في جليت. القسم هذا نسميه الهيب، مضبوط، وهو دائما اللي يكون فيه الاوبجكتس، من ضمن الاشياء اللي تكون فيه الاري. القسم هذا هو ستاك، مضبوط، القسم هذا هو ستاك، خلي احط كذا واقول هو ستاك، زين. طيب طبعا لما تجي تستدعي الان ميثود، الان هذا الريكورد حق المين، هذا الريكورد حق المين، فممكن اني اجي هنا واكتب المين ميثود، هنا اكتب المين، هذا حق المين، وفيه الفاريبلز حقات المين والريفرنسز اللي معرفه في المين، فعندنا الريفرنس اي معرف في المين، زين، فهذا هو الاي فقط. ما في يعني اشياء في ارجز، لكني راح اتغاضى عن ارجز، زين، في الارجز بس راح اتغاضى عنه. فالمهم الان وش معنى ستاك؟ المفروض ان شرحنا هذا في الميثودز يعني، بس ابغى اذكرك بشكل سريع. ستاك هو شيء يتكدس، معناه بالعربي مكدس، زين، او شيء يتكدس فوق بعضه، يعني زي لو تحط مثلا 10 كراسي فوق بعض، تحط كرسي بعدين فوق كرسي بعدين فوق كرسي، تتكدس فوق بعض، زين، فهذا هو المقصود فيه. فالان حنا كل ما لما نجي نستدعي الميثود print array هنا، زين، فانه راح يصير عندنا ريكورد جديد للميثود الجديده، فراح يكون عندنا هنا ريكورد جديد، والريكورد هذا راح نسميه print array، زين، راح نعطيه هنا اسم print array، خليني اكتب الاسم print array، زين. الان هذا يكون في الفاريبلز حقات الاري. ايش هو الفاريبل اللي عندنا؟ الفاريبل اللي عندنا هو البارامتر array، هذا هو. فاذا هذا الريفرنس، زين، اللي اسمه array. لما نجي لعمليه الارسال، زين، لما نستدعي الميثود، اول ما تستدعي الميثود راح نسوي الريكورد، هذا الجزء هذا الخاص بالميثود print array، زين، في ستاك. اول شيء نسويه، طبعا لاحظ ان في جليت تسويها فوق بعض فعلا يعني قدامك، بس انا ما اقدر ارسمها فوق بعض فحطيتها بالشكل هذا، زين. طيب فاذا اول شيء نسويه هو ان نسوي الجزء هذا الريكورد حق الميثود print array. بعد كذا راح نضع البارامتر array هذا، ولاحظ ان البارامتر عباره عن reference، ثم راح نضع القيمه حقت a في array. فاذا راح يكون عندنا البارامتر هذا يؤشر على نفس الاري، زين. هذا شيء مهم جدا جدا انك تفهمه. هذه اقدر اسميها ارسال باستخدام المشاركه، pass by sharing، بمعنى انه الميثود اللي استدعت هنا المين هذه والميثود print array كلهم تشاركوا في الاري، وهذا دائما نستخدمه لما يكون عندنا object، زين. اذا المقصد من هنا وش اللي كان ممكن يصير مثلا، او بعضكم ممكن يتخيل، انك تقوم تسوي نسخه كامله من الاري هذه، نسخه جديده، وتصير تتعامل معها هنا في print array. لا، هذا غير صحيح، زين. اذا هذا هو اهم فكره في لما نرسل الاري كبارامتر اللي لازم تفهمها، انه ما راح نجي نسوي array جديده هنا، وانما فعليا الاري هذه والاي هذه كلهم يأشرون على نفس الاري اللي موجود عندنا في الهيب، فصار في بينهم مشاركه في الاري، زين. لو هنا في الميثود هذه، طبعا الميثود هذه راح تطبع قيم الاري وما راح تغير فيها، لكن لو الميثود هذه غيرت في الاري، زين، ورجعنا هنا ننفذ البرنامج، فهنا راح تتغير القيم الاري اللي عندنا هنا اثناء تنفيذ البرنامج هذا. شوف في الفيديو القادم مثال على الشيء هذا حتى انه يرسخ المفهوم
في بالك. أهم شيء خليني أعيد لك أنه عندنا في كل ميثود، الميثود الرئيسية الآن عندها ريكورد في ستاك، وفي الفاريبلز العادية في الميثود، زين دائما عندنا الهيب وما له دخل بالميثود، الهيب واحد وفي كل الأوبجكتس والأريز. أول ما سوينا الريفرنس A عطانا هنا الريفرنس A، بعد كذا سوينا الأري عطانا الأري، بعد كذا أسندنا ربطنا الريفرنس مع الأري زي ما شفنا قبل. الآن جينا استدعينا ميثود جديدة، فاضطرينا أننا نضع عندنا ريكورد جديد اللي هو الريكورد هذا للميثود الجديدة print array، ونحط فيه الفاريبلز الخاصة في الأري. أول فاريبل شفناه هو البراميتر هذا array، زين وهو عبارة عن ريفرنس للأري اللي يأشر عليها A، فراح يأشر على نفس الأري اللي كان يأشر عليها A. فإذا كل الاثنين هنا وهنا جالسين نشتغل على نفس الأري اللي في الذاكرة. دائما تصور الشيء هذا في مخك. طبعا بعد ما يبدأ التنفيذ هنا لما نقول int i راح يكون عندي هنا الi كبرامتر ثاني، هنا راح يكون عندي الi كبرامتر ثاني، فهذا الi زين. فالمهم انه الزبدة من الموضوع هذا انه دائما الأوبجكت والأريز لما نرسلهم إلى ميثود فإنه راح يكون في مشاركة، راح نشارك الأوبجكت أو الأري بين المرسل وبين المستقبل.